معنا الدكتور ايضا محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. اهلا بك يا فندم. الحقيقه يعني معلومه غريبه اول مره يمكن كتير ما ركزت فيها، بس الواحد ما كانش يعرف ان احنا بنستورد النجيل الصناعي الحقيقه. صباح الخير، برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين والمتابعين. يمكن هو انجاز جديد يضاف لينا كمنظومه رياضيه. طبعا وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي كان هناك اتفاق بأن يكون هناك مصنع للنجيل الصناعي. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء العطار يمكن أمس افتتحوا هذا المصنع الذي سوف يكون له عظيم الأثر في تطوير الحركة الرياضية الشبابية من خلال الإنشاء النجيل الصناعي أو تصنيع النجيل الصناعي اللي هيكون له دور كبير جدا سواء على مستوى الملاعب الخماسية أو الملاعب القانونية الأخرى. هذا التعاون جاء بناء أو من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وفقا للعقد المبرم في ابريل عام 2016 ما بين وزاره الشباب والرياضه والانتاج الحربي وشركه مصر للمقاصه وشركه ماستر سبورت بالتعاون مع شركه بوليتانا الالمانيه لتوفير احتياجات السوق المصري من النجيل الصناعي. معك. نعم، بشكرك شكرا جزيلا.